التنسيق الكيميائي في الحيوانات. الكائنات الحية عديدة الخلايا مثل الكائنات البشرية تملك عددا من الغدد مثل الدرقية والغدة المعوية إلى آخره في جسمهم. الغدد المعوية موجودة في المعدة. ويصب إفرازهم عبر قنوات إلى تجويف المعدة. هكذا الغدد التي لها قنوات لتصب إفرازاتها تسمى غددا قنوية، فهم غالبا تتعين قرب موقع عملهم الغدد الدرقية تتعين في الحلق. أيضا تفرز مواد كيميائية معينة والتي تصب مباشرة في مجرى الدم. القنوات تغيب هنا. الهرمونات، إفرازات من غدد صماء مثل الدرقية تسمى الثيروكسين، ينتشر مباشرة إلى مجرى الدم وتؤخذ إلى مواقع عملهم. مثل هذه الغدد التي هي غير مزودة بقنوات تسمى غددا صماء أو غددا لا قنوية. هرمونات منظمة، الغدة النخامية تفرز هرمونات معينة سميت هرمونات نخامية، والتي تتحكم في وتنظم المعزل الإفرازي للغدد الصماء الأخرى. هرمونات أيضية، البنكرياس يفرز هرمونا يسمى الأنسولين الذي يحفز الوظائف الأيضية في الجسم تسمى هرمونات أيضية. هرمونات تشكيل الجينية، الغدة الدرقية تفرز الثيروكسين الذي يحفز في معدل التطور لأجزاء جسمية معينة. مثل هذه الهرمونات تسمى هرمونات تشكيل جينية.